السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق 30 من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي استهلت. ميرزا لصحيفة الأيام: زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، الانتهاء من توسعة سوق الخضار المركزي وتوزيع 40 فرشة جديدة، تحرك نيابي لخفض رسوم المدارس والجامعات الخاصة. وإلى عناوين صحيفة أخبار الخليج: السفير البريطاني لصحيفة أخبار الخليج: فرص واعدة للتعاون بين البحرين وبريطانيا بعد فيروس كورونا. محافظ العاصمة: نقل 9000 عامل إلى مساكن بديلة لمعالجة مشكلة السكن الجماعي. التربية تعلن عن نتائج تخصيص البعثات وتدعو الطلبة إلى تثبيت بعثاتهم. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحاتها لهذا اليوم: سوق العمل لصحيفة الوطن: طرح 677 وظيفة أمام البحرينيين في أقل من شهر. خبراء: عودة استقطاعات القروض في الشهر المقبل يقلل القوة الشرائية 50%. أما صحيفة البلاد والتي نشرت: النعيمي لصحيفة البلاد: خلق جيل رقمي قادر على الابتكار. الأنصاري: إصدار قرارات تعزز مساواة المرأة بالرجل في العمل. نقرأ من صحيفة البلاد أن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي كشف في تصريح خاص لصحيفة البلاد أن قطاع المناهج والإشراف التربوي قد نفذ برنامجا تدريبيا عن بعد حول دمج التقنية في التعليم وفقا لمعايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا. نشرت صحيفة البلاد أن هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ثمنت توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإصدار حزمة من القرارات النوعية. الصلاة خير من النوم عنوان مقال للكاتبة سمر الأبيوكي في صحيفة البلاد، فإلى سطور هذا المقال. وأخيرا سمعناها إذانا بالعودة إلى بيوت الله لأداء فريضة الفجر من جديد بعد شهور من الصلاة في البيوت. كم من مشتاق فرح وتوضأ فلبس هندامه وسابقت قدماه الريح للوصول إلى المسجد. كان على موعد روحاني فتطيب وتوكل وأخذ على عاتقه مسؤولية الفرد والجماعة متوجها إلى بيت الله. هي فرحة ما بعدها فرحة والله، حتى أن المصلين نشروا صورا للمساجد بعد أن دبت فيها روح العبادة من جديد، فكانت الجمعة الماضية بمثابة عيد لمن تهفو قلوبهم حبا للمساجد. من واجبنا جميعا أن نحمد الله مرارا وتكرارا، وأن نتقدم لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء المقر وفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد الأمين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية على هذه الجهود الجبارة التي نتمنى من الله عز وجل أن تثمر عن فاتحة خير وتساهم في فتح مساجدنا في كل الصلوات المفروضة في القريب العاجل بإذن الله تعالى.
نتحول إلى صحيفة الأيام، حيث نشرت أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف كشف عن الانتهاء من مراحل تنفيذ مشروع توسعة سوق الخضار المحلية في السوق المركزي بالمنامة بزيادة 40 فرشة بمساحة إجمالية تصل إلى 1000 متر مربع تم تخصيصها لتسويق المنتج البحريني. أفاد رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبد الحسين ميرزا في تصريح لصحيفة الأيام بأن قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة في مملكة البحرين شهد نمواً ملحوظاً وزيادة في الاستثمارات بمشاريع الطاقة المتجددة. طالع من صحيفة الأيام أن نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد العامر قال أن هناك تحركاً برلمانياً من أجل إلزام المدارس والجامعات الخاصة بخفض رسومها في العام الدراسي الجديد. صحيفة أخبار الخليج نطالع أن محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة كشف عن أنه تم نقل أكثر من 9000 عامل من المساكن المكتظة في المنامة خلال الشهرين الماضيين إلى مواقع بديلة ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. لفت الصحيفة أخبار الخليج أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن الانتهاء من إجراءات تخصيص البعثات والمنح الدراسية للعام الدراسي الجديد، ومن جانبها دعت إدارة البعثات والملحقيات بالوزارة دعت الطلبة إلى الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني لتثبيت بعثاتهم، وذلك لغاية يوم السبت الموافق 5 من شهر سبتمبر. بيّن صحيفة أخبار الخليج أن خبراء واقتصاديين أكدوا أن حجم التغيير القادم على خارطة الأعمال والوظائف المستقبلية يقدر ب 80%، مع توقع استبدال ما يصل إلى 800 مليون وظيفة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. ننتقل إلى صحيفة الوطن ونقرأ منها أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية كرمت خلال فعاليات مؤتمر القطاع الطبي والمسؤولية المجتمعية لعام 2020 رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة ضيف شرف المؤتمر بالجائزة الدولية للشخصية القيادية للتميز في مجال المسؤولية المجتمعية في القطاع الطبي لعام 2020. نشر صحيفة الوطن أن هيئة تنظيم سوق العمل كشفت عن 677 وظيفة شاغرة تم الإعلان عنها منذ تطبيق آلية الاستخدام الجديدة. هذا وخطت الدكتورة لولو بودلام مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان 19 عاما من العطاء، فإلى المقال. المجلس الأعلى للمرأة هو الوجهة المثلى للمرأة في أي أمر يعنيها، فالمجلس يهدف إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، رفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية. المجلس الأعلى للمرأة يتابع ويرصد تطلعات المرأة في جميع المجالات، ويوفر الدراسات العلمية للوصول إلى توصيات ومقترحات وتشريعات تصب في صالح المرأة البحرينية ونمائها وحصولها على مزيد من المكتسبات. 19 عاما من العطاء والعمل المتواصل من أجل الارتقاء بالمرأة البحرينية وتوفير المناخ الخصب لها لتكون شريكا فاعلا في المجتمع البحريني. وكالعادة الجولة الأخيرة ستكون مع فن الكاريكاتير.
وبفن الكاريكاتير. مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.